المشاهدين، تحدثنا في الحلقة الفائتة عن عوامل نهوض المدينة العراقية من بعد انحطاط وتقلص لدورها في القرون السابقة، وقلنا بأن هذه المدينة أصابتها عوامل مختلفة أدت إلى ضعفها وإلى تحجيم دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بل وحتى في الحياة السياسية. الغزوات المتصلة، يعني عدم الاهتمام، عدم العناية بشبكات الأنهار، تحول مجاري الأنهار عن كثير من تلك المدن، إهمال هذه المدن، تحولها إلى مناطق خالية من السكن أو قليلة السكن، عوامل مختلفة أدت إلى انسحاب أو انحسار دور المدينة العراقية. ثم ذكرنا بعد هذا أن هذه المدينة استطاعت أن تنهض من جديد، وإن كان بإيقاع يعني ضعيف في البدء في مطلع القرن الثامن عشر، ولكن في منتصف القرن الثامن عشر وجدنا المدينة العراقية تنهض من جديد من بعد طول انحسار. وهذا شيء يمكن أن نعده من ملامح تكوين العراق الحديث. حينما نهضت المدينة العراقية في القرن الثامن عشر، منذ بدايات القرن الثامن عشر، كان ذلك يعني بداية تكوين العراق الحديث، حيث لا توجد مدن أو تكون هناك انحسار لدور المدينة. يعني ذلك أن البلاد كلها كانت في حالة من الضعف وحالة من التفكك. بروز المدينة، بروز مركزية الإدارة، كان يعني بشكل أو بآخر بداية تكوين العراق الحديث. وذكرنا أن هناك عوامل مختلفة أدت إلى هذا النهوض، منها العامل المركزي. تحدثنا عن مركزية السلطة المركزية أدت إلى ضرورة إنشاء مراكز تدار من خلالها المناطق المحيطة بها. يعني على سبيل المثال ذكرنا مدينة الكوت مثلا، مدينة يعني مهمة لأنها كانت تسيطر على مناطق واسعة، كانت مضاربة لقبائل. فحينما أسست الإدارة في مدينة الكوت، كان ذلك يعني أن وصلت الإدارة إلى هذه المناطق وأصبحت تحت سيطرتها، وهكذا مناطق كثيرة. ربما كان أبرز ملامح العامل الإداري في نشوء المدن تأسيس مدينة السليمانية في نواحي إمارة بابان في كردستان. مدينة السليمانية أصلاً نموذج لقوة الإدارة في إنشاء مراكز جديدة تسيطر على المناطق الريفية حولها. كانت الإدارة قبل ذلك تتخذ من خلال قلعة تسمى قلعة شوالان. ثم لوحظ أن إمارة بابان كانت في حاجة إلى أن تغير مركزها إلى مكان يمكن أن تسيطر من خلاله على منطقة واسعة من تلك البلاد. فأنشئت في نهاية القرن الثامن عشر مدينة السليمانية، أسسها الأمراء البابانيون. قبل ذلك ربما نذكر أن مدينة جولعنبر على في نهاية الحدود العثمانية أو الحدود كردستان الجنوبية، أنشأها أمير بهدينان حسين باشا الولي، أو سلطان حسين الولي، أنشأها لتكون مركزاً مهماً للإدارة في تلك النواحي. ومن العجيب أن هذه البلدة الصغيرة جولعنبر التي تسمى اليوم خرمال كانت مركزاً للمخابرات العثمانية في هذه البلاد، مركزاً للمخابرات العثمانية، يعني شيء فعلاً لافت للنظر، ومركزاً لصناعة المدفعية وفي تلك النواحي. وانتقل هذا المركز إلى قلعة الزلم القريبة نوعاً، ثم انتقل إلى كركوك. إذن القوة العامل الإداري، ضرورات الإدارة كان سبباً في نشوء عدد من المدن المهمة في العراق في ذلك العصر. أيضاً من العوامل التي وعدنا بأننا سنتكلم عنها في هذه الحلقة
العامل التجاري. كلما ازدهرت التجارة، كلما نمت التجارة، أدى هذا إلى نشوء مراكز تسويق للمختلف السلع ومختلف المنتجات. وتجارة الترانزيت وحدها التي اشتهر بها العراق دائما، كان معبرا للقوافل بين الخليج العربي وبين بلاد الشام، بين المحيط الهندي بمعنى والبحر المتوسط. هذه الصفة، هذه السمة المهمة، أدت إلى نشوء عدد كبير من محطات التجارة، من الخانات، من الأسواق، وكل ذلك كان يؤدي إلى نشوء أو تحول هذه الخانات وهذه الأسواق إلى مدن، إلى قرى وإلى مدن. على سبيل المثال، مثلا كان هناك سوق ريفي في يسمى سوق النواشي، نسبة إلى قبيلة النواشي. هذا السوق يعني سيطرت عليه قبيلة المنتفق في القرن 18، وإذا به يصبح سوق الشيوخ، وما تزال هذه المدينة العراقية المهمة تعرف بسوق الشيوخ، هي أصلا كانت سوق. إذن التجارة أدت إلى ظهور أسواق، والأسواق تحولت إلى قرى وإلى بلدات، وهذه البلدات تحولت إلى مدن. كثيرة هي المدن التي نشأت عن هذا الطريق، كما أن حركة التجارة أدت إلى ازدهار الأسواق في المدن القديمة نفسها، فنمت وتوسعت وازدهرت وتنوعت فعالياتها الاجتماعية بل وحتى الثقافية بسبب ازدهار التجارة في هذا العصر. ولا نحب أن نعيد ما ذكرناه. نتكلم الآن عن عامل آخر، عامل التجمعات القبلية، وهذا عامل يستحق أن نقف عنده قليلا، لأن العراق شهد في القرن 17 أواخر القرن 17 وأوائل القرن 18 ظاهرة ملفتة للنظر، وهي كثرة التجمعات أو الاتحادات القبلية. كانت القبائل يعني تتخذ من نواحي معينة مستقرا لها أو ديرة لها، وهذه الدير أو هذه الديرة إذا أفردناها كانت تمثل أرض أو وطن القبيلة ومركزاً لسلطتها. وهذه السلطة كانت تحتاج إلى مراكز لها بطبيعة الحال، حينما تكون ثمة سلطة كانت تحتاج إلى مراكز لها. مثلاً على سبيل المثال، تلك المراكز تتضمن داراً للضيافة، تحتاج أيضاً إلى سجن يمكن أن يسجن فيه خصوم القبيلة من القبائل الأخرى إذا ما تعدت على ديرتها، تحتاج إلى مخازن لتجمع فيها الحبوب والحاصلات. هذه القبائل إذن كانت في حاجة إلى مثل هكذا مراكز، وبالتالي أصبح من المعتاد في هذا العصر إنشاء القلاع الريفية لتقوم بهذه المهمة، فكثر إنشاء القلاع. والقلاع هنا يعني كما هو معروف في الريف ليست قلاعا بالمعنى يعني الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما هي أماكن حصينة، أبراج حصينة تبنى عادة من الصخر أو من الآجر والجص وأحيانا من اللبن، لكنها تكون حصينة نسبيا تجمع فيها الحاصلات وتشكل سلطة القبيلة على منطقتها. كثرت هذه القلاع، ولا نعرف كم عدد القلاع التي نشأت في خاصة في جنوب العراق وفي وسطه أيضا، لا نعرف عددها، ولكنها أصبحت ظاهرة عامة، كل قبيلة لها نفوذها، يعني كانت توطد هذا النفوذ بإنشاء قلعة أو عدد من القلاع. وهذه بعض هذه القلاع تحول إلى بلدات وإلى قرى، وأصبح سبباً في ازدهار نشوء المدن في العراق فيما بعد. على سبيل المثال، مثلاً كانت هناك قلعة نشأت حولها قرية عرفت بلملوم، لملوم، وكانت لملوم هذه أصبحت لملوم هذه مركزاً لقبيلة الخزاعل، يعني كانت تعتبر
محطة لها ومركزا لإدارتها تقيم هذه القبيلة في هذه المنطقة حينا من السنة، يعني بضعة أشهر، ثم تنتقل إلى مكان آخر، لكن هذه كانت مركز لديرتها. وبالتالي الرحالون الذين مروا بلملوم، لملوم كانت قريبة من الفرات، وصفوا هذه المنطقة بأنها بلدة يعني لا بأس بحجمها، مبنية من اللبن وفيها يعني بيوت ربما كانت أكواخ، ولكنها كانت تمثل تجمعا مهما في منطقتها في ذلك العصر، حتى عدها البعض أو سماها البعض بمدينة لملوم، مع أن لملوم هي يعني ثمرة للتجمعات القبلية. أيضا من تلك التجمعات القبلية مثلا نذكر العمارة، العمارة كانت أيضا تمثل تجمعا قبليا. مدينة الكوت كذلك كانت هكذا. إذن كثير من المدن بدأت على أنها بدأت لتكون تجمعا قبليا، وقلعة لقبيلة من القبائل، ثم تحولت إلى بليدات وإلى بلدان ثم إلى مدن. هذا عامل آخر، التجمعات القبلية كانت إذن سببا في نشوء وازدهار المدن العراقية في هذا العصر. أيضا يعني هناك عوامل مختلفة كانت مسؤولة عن هذا النمو. مثلا على سبيل المثال، وقد تحدثنا عن قوة العامل الإداري، مدينة كويسنجق أو كوية من اسمها يفهم أنها كانت مركزا إداريا مهما. كوية يعني القرية، السنجق يعني اللواء أو صاحب اللواء، فإذا هي مركز إدارة، مركز اللواء، أحد ألوية إمارة بابان. هذه القرى، هذه المناطق كانت تعبر عن ظاهرة جديدة هي إذن التجمعات القبلية كما ذكرنا. ذكرنا أيضا فيما يتعلق بالعامل التجاري الكثير، أصبحت من مظاهر هذا العصر كثرة الخانات في الطرق. الطرق يعني من خانقين إلى بغداد كانت هناك عدد من القلاع والخانات لحماية الطريق، ولكي ينزل في هذه الخانات المسافرون ليقضوا وقتا يعني قبل أن يستأنفوا المسير إلى المدينة التالية. فظهرت ما يسمى خانات النص أو خانات النصف في منتصف الطريق. كان ثمة خان، هذا الخان كان يعني بداية لنشوء بلدة حوله، على سبيل المثال كنموذج على ما ذكرنا خان بني سعد. خان بني سعد أنشئ سنة 1100 للهجرة، يعني 1680 تقريبا، أنشئ في مكان يتوسط المسافة بين خانقين وبين بغداد. كانت القوافل القادمة من المشرق تحط في هذا الخان، خان كبير ما زالت أظن بعض بقاياه موجودة، ويدل بناؤه على فخامة بنائه. أنشأه وال اسمه عمر باشا، يدل على فخامة بنائه وضخامته، وهذه الضخامة تدل على ضخامة القوافل التي بدأت يعني تقصده وتمكث فيه. وكان الخان أيضا له مهمة حماية القافلة، يعني عادة تكون في هذا الخان قوة عسكرية يكون من واجباتها حماية الخان وحماية الطريق أيضا. يعني هذه المحطات كانت لها يعني جوانب مختلفة، هي تقدم خدمات فندقية إذا جاز التعبير ينزل فيها المسافرون، وخدمات عسكرية بمعنى أنها كانت مسؤولة عن الحفاظ على أمن الطرق. وشجع هذا كثير من القرويين وكثير من الناس إلى أن يبنوا أكواخهم وبيوتهم قريبا من هذه الخانات، مستفيدين من الأمن الذي كانت توفره لمنطقتها.
فنشأت من ذلك كله بليدات ثم مدن، وذكرنا أن خان بني سعد يعد نموذجا واضحا للمدن التي نشأت بسبب إنشاء خانات الطرق. أيضا من بغداد إلى الحلة إلى النجف كانت هناك ظاهرة لافتة للنظر، لا سيما في القرن في أواخر القرن الثامن عشر والقرن الثامن عشر، يعني أواخر السابع عشر أوائل الثامن عشر، كانت أيضا ظاهرة إنشاء الخانات. يعني كان هناك خان بين بغداد أو يتجاوز الإنسان بغداد في نزوله إلى الحلة، كان هناك خان الكهية الذي ذكره الرحالون ووصفوا سعته وأهميته، وكان يقع في أول مراحل الطريق من بعد خروج القوافل من بغداد. ثم كان هناك مثلا من الخانات المشهورة خان المحاويل، خان المحمودية، خان اليوسفية، خان مهم خان آزاد. كل هذه الخانات تحولت في القرن التاسع عشر في أواخر الثامن عشر أوائل التاسع عشر، تحولت إلى بلدات ثم إلى مدن. هذه القناه كانت مزودة يعني بما يحتاجه الرحالون والمسافرون والقوافل والزوار أيضا الذين كانوا يقصدون مدينة النجف لزيارتها، وفضلا عن طرق عن قوافل التجارة، كان هؤلاء ينزلون في تلك القناه فيجدون فيها الطعام والمشرب، وهذا أهم شيء، كانت مزودة بآبار ويهيأ فيها الطعام في الغالب لوجه الله تعالى، يعني لم يكن المسافر يدفع شيئا حين ينزل في هذا الخان، وإنما يكتفى في الغالب بأن يقرأ الفاتحة على روح من أنشأه كما يقول بعض الرحالين، ينزل هناك ويتمتع بالحماية، وشيئا فشيئا تحولت هذه الخانات إلى مراكز مهمة. من تلك الخانات مثلا خان عادلة خاتون الذي أنشأته قريبا من مدينة أربيل في منطقة قوشتبة، هذا الخان ما زال موجودا وقد زرناه، فإذا به خان كبير تماما فيه بئر وفيه أسطبل وفيه كل ما تحتاجه القوافل عند نزولها في هذه المنطقة. هذا الخان كان مسؤولا عن نشوء بلدة قوشتبة التي الآن هي مدينة زاهرة من مدن محافظة أربيل، يبعد عنها بنحو 20 كيلومتر، بل أدى إلى استقرار القبائل القريبة العشائر القريبة استقرارها في هذه المناطق وتوزيع الأراضي عليها لتستقر، فتحولت إلى قرية زراعية، وأدى هذا إلى ازدهار المنطقة وازدهار اقتصادها. حقيقة يعني يمكن أن نعد هذا سببا مهما أيضا من أسباب نشوء المدن. كثيرة هي يعني الخانات التي يعني فرضت وجودها بما كانت تمثله من أهمية اقتصادية وأهمية عسكرية وأهمية أمنية، وبالتالي تسابق أهل الخير والولاة لإنشاء الخانات. إنشاء الخانات حقيقة كان يمثل أيضا هيبة الدولة، يعني الدولة التي لا تستطيع أن تحفظ أمن الطريق تكون هيبتها منقوصة وسلطتها مثلومة، يعني لا تستطيع أن تملأ الفراغ، هذه السلطة تكون ضعيفة وتكون قليلة الأهمية. لكن حينما تنشئ السلطة هذه الخانات كان ذلك يزيد من هيبتها ومن هيبة يعني النظام بشكل عام، لذلك تسابق الولاة في إنشاء الخانات، كذلك تسابق التجار أنفسهم، لأن التجارة تأتي تأمين الطرق كان يصب في صالحهم هم قبل غيرهم، وبالتالي كثير من هذه الخانات كانت تعمر وترمم من قبل التجار. من الخانات التي تذكرتها الآن خان آزاد، هذا الخان مع الأسف هذا الخان يعني أزيل إزالة تامة، وأظن لم يبقى منه إلا بئره الواسعة الكبيرة،
وسمي في العقود الأخيرة بمنطقته سميت بالحرية وعرفت بقرية الحرية، مع أن خان آزاد هذا كان خانا قديما شهيرا مر به الرحالون الأوروبيون وغيرهم، وكان مشهورا بحسن ما يقدم فيه من مأكل ومن قهوة، خاصة قهوة. الرحالون كانوا يعني يعجبون بالقهوة التي كانت تدار في هذا الخان، لكن بعد حين وجدنا هذا الخان يتحول إلى قرية، وقرية مهمة وبلدة وما تزال معروفة. إذن كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى نهوض المدينة العراقية من بعد أن خبت هذه المدينة في القرون السابقة، وبازدهارها ازدهرت الحضارة من جديد في مدن العراق وفي العراق كله، وبدأت مرحلة مهمة من مراحل تكوين العراق الحديث، ولنا تتم لهذا الحديث إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم.